السلام عليكم المشاهدين، كديرين ياك؟ لاباس لاباس عليكم، شخباركم؟ كديرين مع الصحيحة؟ ياك لاباس عليكم كاملين، الحباب ديالي كلكم كبار وصغار، والحباب ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، الحباب كلهم راكم عزيزين وغاليين. وكنقول لكم عواشر مبروكة، والله يدخلها عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي. ونطلب الله النجاح للوليدات والبنيات ان شاء الله، اللي عندهم امتحانات واللي كيقراو كاملين صغار وكبار كلهم، الله يعطيهم النجاح كاملين، والله يعاونهم، والله ييسر الامر ديالهم، والله يعطيهم العوين من عند الله. والامهات والحباب كاملين يدعيو مع الوليدات، وعواشر مبروكه، ومبروك عليكم هذا العواشر، ودخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله يا ربي. واللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يعطيه صحيحته وطولة عمره. والحباب اللي غادي للحج الله يديهم على خير وبخير إن شاء الله، يمشيوا في السلامة ويجيوا في السلامة إن شاء الله يا ربي، وزيارة مقبولة إن شاء الله. والله يعطيكم صحيحتكم كاملين، الحباب كل ديالي كاملين. وبالمناسبة ديال هاد العواشر إن شاء الله، انا اليوم راني بغيت ندير العشاء واحد شويه ديال القطبان، وقلت نشارككم مع الحباب المناسبه ديال العيد ان شاء الله جايه. وغادي نوريكم واحد الطريقه سهله ديال الكوكوت. هنا كنديرهم قطبان ولكن كنديرهم في الكوكوت. ودابا راني غادي تشاركوا معايا ان شاء الله هاد الوصفه هذه ديال القطبان في الكوكوت، يعني اللي زربان واللي ما عندوش ما موجودش الفاخر، او لا ما كاينش، او اللي ما كيبغيش حتى حد ديال الفاخر في الدار ولا الدخان ولا هذا. انا غادي نوريكم الطريقه سهله ومقابله ان شاء الله هاد العواشر هذه جاي ان شاء الله، غير العواشر والشوا والقطبان ان شاء الله. وانا غنوريكم واحد الطريقه هي سهله ديال القطبان في الكوكوت ان شاء الله يا ربي. غادي تشاركوا معايا وتشوفوا الطريقه ديالي كيف دايره، الحباب كاملين الكبار والصغار والبنيات والمبتدئات، وكلكم شاركوا معايا هذا سميتها، وتبعوا معايا دقه بدقه. انا غادي نعملهم ان شاء الله في هذا القطبان ديال العود ان شاء الله يا ربي. وغادي تتبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي نديرهم، انا غادي نرقدهم، غادي نوريكم كيفاش. أو سمحوا لي راني كنصور دابا في هاد الساعه بوحدي وقبلوا على التصوير ديالي. وكنشكركم بزاف 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 الحباب كلكم، راه كنشكركم، وشكرا شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على جيم، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنبارك لكم العواشر كاملين. ودابا تبعوا معايا الطريقه دقه بدقه بحال الشكل ديال الخبيزات تاهما. وبالنسبه لواحد السيده راها دايره قالت لي واش كيتعجن بالماء السخون ولا البارد، هذوك الخبيزات ديال المحراش كنعجنهم بالماء السخون. البلبوله كنفزقها في الماء السخون وكنعجن بالماء السخون، حيت على حسب الخميره باش كيخمروا. وراكم شفتوا الطريقه، وراه الا جربتهم راك شفتهم ساهلين. وان شاء الله مازال غنوريكم طريقه اخرى تاع البطبوط ان شاء الله جاي، ديال العواشر ان شاء الله، وديال الشوا والكوتي والكلشي ان شاء الله يا ربي. احنا غاديين دقه بدقه كل مره ندير لكم حاجه ان شاء الله يا ربي تنسالي. بالنسبه لهاد القطبان هادو، ها انتم، ها هي اللحم، ها هو هذا الحيمات ديال القطبان، ها انتم الحباب كيفاش. هذه شويه ديال الشحمه ديال سميتو، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. ليه البصله ها هي، انا تشهيت بصله بلديه حمراء، ما درتش البيضه. بالنسبه للعطريه ديال الشوا، ها انت دايره تحميره، كاين الكمون، كاين شويه ديال الابزار، كاين القزبر مطحون، كاين شويه ديال عرق الزعفران، نص كنجبير، عي شويه هاديه معلقه صغيره مخلطه ها هي، وكاينه مليح ها انتما، هذه العطريه. كاين هنا الربيع يعني قزبر ومعدنوس، ها هو كاين هنايا نص كاس ديال الزيت، وكاين هنايا كويس ديال الماء ما عامرش. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو
في القطبان هادو راني قطعتهم، راكم عارفين كيفاش تقطعوا لنا الحباب كاملين، راه كلشي عارف كيفاش يدير. ودابا بسم الله توكلنا على الله غنقطع البصله، هي الاولى غادي نقطع البصله وهو غادي ندوز معاكم لهذا نرقدهم ونخليهم يترقدوا. البصله غنقطعوها رقيقه هانتوما، واللي عنده الهشوار بغى يدوزها يدوزها، ولكن ماشي ما طحنوهاش بزاف. وبالنسبه لهذا اللهم احسن ضربوها هكا بالموس، ماشي واللي دارها في الماكينه ما يطحنهاش بزاف البصله. ها انت بعها هكا مشلضه، حنا كنقولوا مشلضه. نمشيو مع الطريقه هذه ديال 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 البصله. ها انتما هنا هذه الوصفات ديال الاجواء ديال العيد ان شاء الله يا ربي. العواشر مقابله وعواشر مبروكه، بالصحه والسلامه للحباب كاملين والنجاح لوليدات كلهم، الله يعطيهم النجاح. والحجاج ديالنا الله يديهم على خير ويجيبهم على خير، والهلا يحرم شي مسلم من ديك الزياره هذيك، الله يديهم على خير ويجيبهم على خير، احنا فرحانين ليهم. والهلا يحرم شي مسلم من ديك البليصه هذيك الزوره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يديهم على خير كاملين الحباب فرحانين ليهم. هانتوما غادي نمشيو مع هاد البصيله هكا، غادي نشلضها نشلضها كامله، وغادي نرجعو للمرحله ديال هذا الترقاد. كيفاش غنرقدو هاد الطيبات ديالنا باش نصوبوهم. غنمشيو مع هاد العمليه هكا. هاد انا كنفضل نقطع معها هكا بيدي، ما كنبغيش ندير الماكينه. نتوما كنخويهم هكا في الطبسيل ديالهم اللي غادي نصاوب فيه. انا غنمشيو مع دقه دقه تنصاوبو هاد. بالنسبه للبصله على حسب اللي بغى يدير جوج، اللي بغى يدير ثلاثه، اللي يعني ماشي بالشرط ديروا هاد العدد اللي انا حاطه، ولا على حسب اللحم شحال، وعلى حسب اللي كيبغيها بزاف. غنمشيو معها كامله تنقى نساليو هادشي، حنا غنرجعو باش نشوفو كيفاش غادي. سلام خالتي. السلام ورحمه الله وبركاته. ضحكي ضحك. تعطلتي عليا اختي، عيطت لك الحبيبه، عيطت لك وتعطلتي عليا خويتي. انا بديت قلت سبعه غادي نوجد العشاء تلقاي موجود، صح حصلتيني. ودابا الحباب انا كنت كنصور بوحدي مضاربه مع البورطابل، مره طايح مره عوج. بعدا جات سلوى والله رضي عليها، هي غات كملات ليا التصوير، بعدا يبان لكم كل شيء. مال انا سمحوا لي راني كنبقى واحله مع البورطابل. المهم دايره جهدك. دايره جهدي مع على الحباب ديالي كاملين. ودابا الحباب ها انتم رانا قطعت البصيله، ها هي ها هي مقطعه. ودابا انا غادي نشرمل اللحم ديالنا، نخليه حتى يشرب شويه. الحباب احنا غادي نرقدوهم ونشوفوا كيفاش غادي نديروا هذا. ها انتم هذا البصيله ها هي ها هي في كيفاش قطعتها. ها انتم ها اللحيمات هما مغسولين مصاوبين، ها هما اللحيمات ديالنا وكل شيء. ها انتم هذه العطريه ها هي مصاوبه كلها، صاوبتها باش داك الشيء اللي القياس اللي بالمليحه بكل شيء ديالهم. ها انتم ها انتم غنصاوب كل شيء ديالها ها انتم باش تجي زوينه. ها انتم ربيع، ها انتم السله، انا غندير ليها الزيت ديالها حتى هي. الزيت اما ديروا البلدي ولا الرومي اللي كان، ماشي بالشرط اللي موجود يدار، يا رومي يا بلدي، كان من الاحسن لا كان البلدي من الاحسن البلدي. ها انتم ها انتم ها
بنت. دابا بحال هكا كنخليو اللحم ديالنا يقدر تبيتوه مرقادق، تصاوبوه في الليل باش يصبح لي غديروه في النهار، غديروه في العشيه ترقدوه هكا في الصباح وتخليوه كيترقد، ولكن ماشي بالبصله. ترقدوه بلا بصله. دابا انا حينتي حداه غادي نخليه عاي ترقد شويه وعيشي شويه بين ما نوض نجيب اللي خاصني ونركب هذا، ما نخليش بزاف. هانتوما اللي بغى يرقدو ويخلي اللحم مرقد بيت او يضل ما يديرش البصله، حتى يبغى يصاوبها عاد يدير البصله. دابا انا حيت ما غاديش نخليه بزاف، انا غنخليها واحد ربع ساعه ولا هذا ونرجع نعمره، ولا ثلث ساعه ولا على حسب الليل. دابا ودرتو معطل، يلا احنا غنرجعو نخليه بلاتي شويه ونرجع نركب هذا القطبان ديالي نقادو ونوريكم كيفاش غنديرو. دابا خالتي دابا بنيتي حنا دابا هانتوما المشاهدين، هانتو انا غميكت عليه شويه خليته حتى شرب شويه اللحم، ودابا غادي نركبو في هذا. هانتوما بسم الله توكلنا على الله. بالنسبه لهاد العواد مع جاوني طوالين على الكوكوت عبرتهم وقطعت على حسب الكوكوت. حيت هاد العواد كاين اللي كيكون طويلين، درت العبار ديال الكوكوت باش يجيوني. هانتوما مشي بقاو معنا دقه دقه باش تشوفوا كيفاش باش داكشي يجيكم زوين وهذا ويجيكم داكشي هو هذاك، ماشي يجيكم قولوا ام راشده ما وراتناش مزيان ولا. هانتوما داكشي راه كيجي مزيان. هانتوما دابا غنمشيو مع هذا الشيء نزلقوا القطبان ديالنا، جاي ان شاء الله العواشر والناس كلها تدير حتى هذا الوصفه هذه كتجي زوينه. هذه بالنسبه اللي ما يديرش الفاخر. هانتوما بالنسبه اللي وسط الدار اللي ما بغاش يدير الفاخر، هي سهله، كلشي ساهل وكلشي خاص على الواحد يخدم معاها شويه، يخدم مخو شويه وراه كلشي موجود، كلشي ساهل. خدم الذكاء. هذاك عاونيني عاوني. خدم الذكاء. خدم الذكاء. مغاربه كيقول لهم كيقول لهم رشيده راه مخدمه الذكاء. الذكاء اسميتو؟ الذكاء. سمحوا لي رانا هضرتي هكا راني كنغلط. سامحوا لي المشاهدين راه انا هضرتي. غنمشيو دقه دقه دابا نكملوا ان شاء الله كلشي غيجي على خير وبخير. انا راه باغا ندير لسلوى مفاجاه صح حصلاتني. سابقا نمشي للحمام نسكن غير بغيت نجي نوقف عليك. ايوا هانتوما نمشيو دابا كلنا تم. دابا كملتي خالتي الدلال. دابا كملت التعمار ودابا غادي نجيو للكوكوت. هانتوما الحباب الكوكوت ديالنا وسميتها وهاد الشرميله والكويس ديال الماء. هانتوما ها الكوكوت ديالنا هاهي. غادي نشدو هاد الشرميله ديالنا هاد البصله وغنديروها في القاع. هانتوما شوفوا المشاهدين، هانتوما هانتوما تبعوا معكم رشيده دقه دقه. هانتوما تبعوا معايا مزيان شوفوا كي غيجيو هاد الطيبات. هانتوما داكشي غيجي من شغل يديكم ان شاء الله يا ربي. هانتوما هانتوما دابا غادي نفرشوا هذه البصيله ديالنا بحال هكا وغادي نديروا هذا الكويس ديال الماء غنخويوه عا في الجنب. ها شتي هانتوما خوينا في الجنب هانت كويس ديال الماء اللي غادي كاس ديال الماء ديال اتاي ع كاس ديال اتاي ماشي كاس كبير. هانت حتى البصله حتى هي كطلق الماء طلق الماء. هانتوما تبعوا معايا مزيان. هانتوما هاد القطبان كيفاش غندير لهم. هانتوما علاش فاش قيست هاد العويدات على حسب الكوكوت، هادي ما عريضاش. هانتوما شتي واخا تكون عريضه حيت هو طوال. اه
هو الطوال ونقصت منهم. ضروري هانتوما هانتوما شتي هانتوما كيفاش كيجيو هاد العويدات هانتوما. وهادو الشحيمات كنحطوهم بيناتهم. دابا داك ديك الشحمه ما زلقتهاش هانتوما كنديروا ليها بحال هكا باش تعطي ليدان ونديرها فوق منه هانتوما هانتوما. كلهم غيجيو هكا هاد العويدات هاد القطران اللي معمرين هانتوما هانتوما غنمشيو هكا. وهاد الشحيم الطريفات ديال الشحمه نديرو ليهم بحال هكا باش كيعطيو ليدان فوق هذا فوق اللحمات. نطيحو هاد البصيله تاع هي اللي بقات هانتوما. دابا غادي نسدو الكوكو ديالنا بحال هكا. هذا ها نتوما ها حنا صاوبنا دابا كلشي في في الكوكوت ياك. وملي غادي صاوبنا كلشي في الكوكوت غادي دابا نسد عليها. وملي غادي نسد عليها غادي نخليها غادي نجهد عليها البوطه عاد تصفر. نطلق البوطه حتى تصفر. ملي غادي تصفر مزيان عاد بدات تصفر غادي نقص بالمهل بحال اللي كنطيبو الطنجيه بحال اللي كتسخني شي حاجه على المهل خاصها. غادي نخليوها حتى ديك قول ساعه الا روب او لا قلق سمعين ولا المهم ما تكملوش كاع ساعه. تكمل ساعه ما تكملش الساعه غادي تطفيو عليها وغتحلوها وغتشوفوا كي غادي يجيو. حنا المهم ها حنا غادي نسدو عليها وغادي نتبعو. دابا خالتي وجدات دابا هالكوكوت ديالنا وجدات. ها نتوما الحباب هالكوكوت ديالنا ها نتوما كيفاش جا ها نتوما. هاتي نحط هاد القطات الكوكوت ها نتوما. شتي شو المريقه ديالهم ديك التغميره ديالها كي جات خاطره. ها نتوما القطبان ديال ها نتوما المشاهدين. راني سديت عليها. ملي سديت عليها انا غنعاود ناكد عليكم مزيان. ملي سديت على الكوكوت ورديتها الساعه اللي صفرات خليت الفرن مجهد الساعه اللي صفرات مزيان درتها في داك المجمر الصغير الفرن الصغير ونقصت عليه وخليتها حتى طابت يعني قل ساعة قل قسمي ساعة لاروب ساعة لاروب قول قل 10 دقائق ساعة لاروب. حليت عليها وعرضيتها في الفرن اللي مجهد وخليتها نشفت هانتوما عريانة لأن البصلة كتطلق الماء. كتطلق الماء غتعريوها ملي دير ديك ساعة لاروب. حلو عليها وديروها في الفرن مجهد عي شويه من الفرن الثاني حيدوها من داك الصغير وردوها للثاني وخليوها عريانه باش اللحم كتحمر وكتجمر ديك الدغميره ديالها ديال تحت هانت لاصوص. دابا هانتوما هانتوما انا غنهزهم الطيبات ديالنا هانتوما هانتوما غنحطوهم هكا هانتوما المشاهدين. انا غنهزهم بشويه بشويه. انا جبت معلقه وهذا خفت ما تهزش ليا اللي واصلي لتحت هانتوما شتي كيفاش كيجيو وساهلين وبلا تماره بلا دخان بلا صداع ديال الفاخر بلا والو. هانتوما هانتوما شتي كيفاش كان. دابا كنهز ديك القطبان ديالنا كنهزوهم بسم الله هانتوما نسم هكا شتي كيفاش كيجيو كيجيو زوينين والريحه غزاله واعره. كي جاتك الريحه سلوى زوينه زوينه ياك فنه. هانتوما هانتوما تقدموهم للحباب للضيوف ديالكم. هانتوما القاع ديال الكوكوت شتي الدغميره ديالو كيف دايره شتي هانتوما كتجي خاطره. ودابا غادي نخويوها نديروها هنا هانتوما كنديرو هاد لاصوص هنا ولا في طبيصله عراض ولا فاش ما درتهم. هانتوما الحباب هانتوما راه ما لاصقه ما محروقه ما والو. هانتوما شوف هانتوما السليقات ديالنا يجيو بحال هكا
درتوه ميلي ليا مساعدة ديالي سلوى. سلمى سلمى ماشي سلمى ما عندناش سلمى ها نتوما علاش ما عندناش عندنا سلمى ولكن ما حاضراش وها نتوما الحباب ها نتوما كيفاش جات ها نتوما ها نتوما يا غاتجيكم غزالة وسهلة وخفيفة وظريفة على القلب ما فيها لا تمارة لا صعوبة لا والو ها نتوما القطبان ديالنا كي جاو ها نتوما ها نتوما شتي ها نتوما الحباب داكشي زوين ها نتوما نتمنىكم ديروا ان شاء الله وتعجبكم وجاي على الاجواء ديال العيد نتمنى ديروهم ان شاء الله ويعجبوكم ويجيكم على الخاطر خفيفين ومن هذا المنبر هذا كنقدم التعازي ديالي لساره امي السعديه مسكينه الله يرحمها ووسع عليها ضيقات القبور بقات فينا وعزيزه وغاليه وساره الله يرزقك الصبر بنتي الله يرزقك الصبر والله يعاونك وسعداتك سعداتك بزاف 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 والله يصبرك وها نتوما المشاهدين بالصحه والراحه